دلوقتي انا دخلت لقيت مريم لابسه كده. مريم، ايه؟ هو انتي لابسه كده ليه؟ عشان انا بصلي. بتصلي ايه يا حبيبتي؟ بصلي ليش؟ طب هتقولي سورة ايه في العشاء؟ سورة المسجد. طب تيجي نقولها كده ونسمع صحابنا. قولي بسم الله الرحمن الرحيم وربعي ايدك. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدي ابي لهب وتب، ما اغنى عنه وماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. بعد ما بنخلص بنقول ايه؟ صدق أعوذ. الله العظيم. صدق الله العظيم. الله أكبر. طب تعالي أقول لك طبعا على حاجة. أصحابي اعملوا لايك وشير واشتركوا وتفعلوا قناة. باي باي.